خش وراها اهلا وسهلا بحضراتكم في لايف جديد على صفحة اليوم السابع. احنا دلوقتي متواجدين قدام احد مدارس لجان مصر الجديدة حيث يؤدي طلاب امتحانات الثانوية العامة اليوم امتحانات الاحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا. زي ما حضراتكم شايفين ده بداية دخول الطلبة في طابور حفاظا على التباعد الاجتماعي. بداية دخول الطلبة بيكون على البوابات، بيتم الدخول عبر بوابات خاصة بالتعقيم. بعد كده بيخش الطالب لاستلام ادوات التعقيم من كمامات وغيرها، ويتم ايضا الكشف على الحراره بشكل اساسي على كل طالب قبل الدخول، وبعدها بيتم يقوم كل طالب بترك كل متعلقاته الشخصيه قبل دخول اللجان، وبيتم طبعا بعدها الكشف على الطلاب من خلال العصا الالكترونيه، وتعليمات طبعا مشدده باهميه الحفاظ على التباعد الاجتماعي، ممنوع دخول اي طالب من غير كمامه، تعليمات خاصه برضو ممنوع دخول الموبايل زي ما الصوره قدام حضراتكم في هذه اللحظات. بدايه السماح لدخول الطلاب للجان لاداء الامتحانات. دي طبعا قدامكم بوابات التعقيم لازم الطلبه تعدي عليها الاول. Yeah.
فوق. لو تعرف اي حد طب حاول. طيب انا دي رحمه باين معاه ولا مين من حد تعرفيه يكون معاه؟ حاضر. لازم النهارده تسلمه هي نسيت. ما حاضر هاجي اشوفها. طيب يا رب يخليك يا رب. Thank you.